بسم الله الرحمن الرحيم. الله قال في الكتاب العزيز: ولولاكم بخوف بشيء من الخوف والجوع ونقص في الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ربنا يرحمنا بالصابرين على الخير والشهداء على الخير. انا بشكر الكاتب الكرام وبشكر الدكتور، بشكركم كلكم. وانا قلت الشهيد محمد علي العزب خريج الكليه الحربيه 104. ابني احنا ناس على قدنا، احنا بنقدم له. كانت الناس بيقولوا ايه كلهم ما بياخدوش ولاد الناس الغلابه. والله ابدا ما كان معانا فلوس لتطهيرها ولا معانا اي حاجه. ولما توفى المجلس الاستشهاد يقولوا ايه؟ ده كان منه غلبان. لو هو من ناس مبسوطين ومليانين ساعه الجنازه ما كانش مات. انا والله بشوف ناس ما شاء الله، يعني ناس حالتهم كويسه وناس يعني نحسبهم على الله على خير، يعني أغنياء جدا وناس كويسين وولادهم استشهدوا، كانوا وأبهاتهم لواءات وأبهاتهم بنت كبيرة. وأنا يعني والله وشرفني استشهاد ابني، يعني ما زعلتش، أنا زرغبت نهارها وكنت سعيدة جدا وفرحانة. وربنا يلحقنا بهم كلهم على خير، وإحنا متشكرين لنا على الله. الحمد لله، وابني كان عارف ان انا صابره وعارف ان انا هيجي يوم زي ده وانا هبقى صابره فيه. وكان بيخاف يقول على اي حاجه بتحصل له فينا ولا اي حاجه، كان يقول ما حدش يقول لهم اي حاجه، بس انا عارف ان انا صابره وجامده. ومشكرين يا جماعه والله، شكرا.